وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد نجمة الخبير الاقتصادي. يعني سيد محمد، أزمة اقتصادية يعيشها العالم بأسره، نتابع من خلال بيانات رسمية يومية من مختلف دول العالم بالطبع، ونتحدث عن ارتفاع أيضا التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من المؤشرات، كيف ترى؟ أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الخبرية أنه كل يوم بنرى بيانات غريبة جدا، المعدلات التضخم أصبحت معدلات شاذة، وكل يوم بنشوف أرقام غير طبيعية في الاقتصاد العالمي كله. المشكلة الأساسية هي أنه نوع التضخم الحالي هو نوع شاذ، نوع غريب جدا، لأول مرة بيحدث في الاقتصاد العالمي. هذا النوع هو ليس مشكلة في الطلب وليس مشكلة في العرض، هو مشكلة في منحنى الطلب والعرض بالتوازي، الاثنين مع بعض بالتزامن فيهم مشاكل كبيرة جدا. سعر الفائدة النهاردة لما بيتم رفعه في أي اقتصاد، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا أو اقتصادات ناشئة، أي اقتصاد، سعر الفائدة لم يعد كافي للسيطرة على التضخم، أو لم يعد قادر على احتواء التضخم، لأن التضخم خرج عن سيطرة أي سياسة نقدية. فبالتالي النهاردة لما نتتبع هذا النوع الشاذ من التضخم ونشوف إزاي بدأت القصة، هنلاقي إن هي بدأت من أكثر من 18 شهر منذ الاكتشاف أول لقاح لكورونا. ظهر عندنا أزمة في منحنى الطلب، في انفجار حصل في الطلب على السلع، الناس بدأت تنفق بشراهة على كافة السلع، العرض لم يقابل هذا الطلب، بقى عندنا أول عرض من أعراض التضخم. بعدها تكلفة الشحن البحري تضاعفت 5-7 مرات. بعدها حصل أزمة في الطاقة سواء النفط أو الغاز، بعدها حصل أزمة سلاسل الإمداد، بعدها دخلنا في الحرب الأوكرانية، وقبلها بشهرين كان عندنا متحورات كورونا. ومع استمرار برضو الجائحة، فإحنا بقى عندنا أسباب وأعراض معقدة جدا بتكون معدل التضخم الحالي. فبالتالي النهاردة أصبحت السياسة النقدية أضعف وأصغر وأقل من أنها تحتوي معدل التضخم الحالي. الأزمة الحالية لمعدل التضخم هي تستلزم حل بيشترط وجود تنسيق ما بين كافة قادة الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا، اليابان، الصين، أكبر الاقتصادات الناشئة. بدون التنسيق ما بين قادة هذه الدول لن يحدث أي حل ولن نرى أي خروج من هذا الموقف. أستاذ محمد، يعني تحديدا إذا ما تحدثنا عن ألمانيا بشكل خاص، أبرز ملامح الأزمة التي تعيشها، وكان آخر حلقات تتحدث عن تراجع الناتج الصناعي أكثر من المتوقع تحديدا في شهر مارس. صحيح، هنا في ألمانيا، وهي على الرغم أنها أكبر اقتصاد أوروبي ولديها بتحقق فائض في الموازنة وفائض في الميزان التجاري، هو الأكبر في أوروبا كلها، لكن مع ذلك كان هناك نوع من الغرور طول السنوات والعقود الماضية لدى مش بس الحكومة الألمانية والمسؤولين عن الاقتصاد الألماني، لا، عدد من الاقتصادات الكبيرة. كان هناك شكل من الغرور. بمعنى إيه الغرور؟ إنه النهاردة إحنا ليه الأزمة حصلت النهاردة في ألمانيا؟ أزمة نقص السلع ونقص مواد خام، إنه لا يوجد مخازن كافية، لا يوجد مستودعات، لا يوجد صوامع كافية، لا يوجد مخازن وشوان للحبوب او للوقود او للمواد الصناعيه والسلع البسيطه، لان طوال الوقت العقود الماضيه كانت الدول الكبيره دي بتشوف ان احنا معانا فوائد ماليه نقدر نستورد من الخارج اي شيء وقت ما نريد. لكن النهارده الازمه الحاليه اثبتت ان حتى لو انت معاك فوائد ماليه، حتى لو معاك فلوس، فالسلعه نفسها غير متوفره، الماده نفسها غير متوفره، الطاقه، النفط، الغاز، الحبوب، القمح، السلع الغذائيه والسلع الداخله في الصناعات كلها. عشان كده بنشوف النهارده الناتج الصناعي بينخفض وهيستمر في الانخفاض الفتره القادمه. نعم، الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد نجم كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.